من خلال معاصرتنا للحجاج والمعتمرين وزياراتهم وجدنا أنهم يبحثوا عن تجربة مختلفة، عن تجربة روحية. بناء على هذا الإحساس الذي لدينا قمنا وجلسنا مع مجموعات كبيرة من الحجاج والمعتمرين، سألناهم ماذا تبحثون، ماذا تتوقعون. فالقاسم المشترك أنه إحنا جينا من مكان بعيد ونبحث عن تجربة روحية، ونريد أن تكون إقامتنا في الفندق جزء من هذه التجربة. أخذنا من ملاحظاتهم وصممنا ووضعنا لمسات عديدة تساعد المعتمرين والحجاج في رحلتهم. بالإضافة إلى الإرشاد هناك لمسات محلية، الحاج والمعتمر أتى من مسافات بعيدة يريد أن يحس بالمكان، فإحساس المكان نترجمه إلى الفندق أيضا. التصميم يستمد من العمارة الإسلامية، من العمارة السعودية المحلية في مكة المكرمة. الأكل أيضا هناك أكل محلي أو وجبات محلية بالإضافة إلى الوجبات المعتاد عليها طبعا الحاج والمعتمر حسب مكان زيارته. الحاج أو المعتمر مما ذكروا لنا، أنقل ما ذكر لنا، أنا مسافر مسافة هذه كلها لأتي إلى مكة المكرمة، أريد أشعر أني ساكن في مكة، لا أريد أن أسكن في غرفة كأنها غرفة في أي عاصمة عالمية أخرى.